شكرا لكم وأدعو الحضور الكريم ليس فقط بهذه المناسبة ولكن دائما تفقدتكم طبعا الحال الهدية للمؤسسة هذه المؤسسة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنقولوا هذه بادره ديما كنديروها ماشي لاول مره. انا اصلا بعدا ماشي اول مره كنجي لهنايا هذه البادره ديال القافله ديال الصحراء المغربيه. حنا ديما كنجيو عند الناس هادو باش كما كنقولوا كنشاركوا معاهم هاد الاجواء هادو وكنشوفوا الداخل ديال هاد المؤسسه هذه ديال السجن ديال ايت ملول. نتمنوا اننا هاد البادره ديما غتكون. حنا راه ديما كنكونوا معاهم هنايا دونك عندنا ديما اتصالات لا حتى حوايج اللي هما كما كنقولوا انسانيين. يعني الناس كيشوفوك وكيعرفوك وكنجيو نشوفو حتى حنا الناس وكنعرفو ونتمناو هاد البادره ما توقفش هنايا وكل عام ان شاء الله الى حيانا الله كل عام نجيو معاهم ان شاء الله لهاد البادره. دابا كما كنقولوا المقابله فهي مقابله ولكن اومام طون يعني كيكون واحد الحديث مع الدراري اللي كتلعب معاهم وسميتو مامتو فهو كما كنقولوا بحال تشجيع بحال تقول لهم زعما هذه اخر مره ان شاء الله. كما كنقولوا حنا باللغه الدارجه الله يطلق سراحهم فهما كيحسوا بالغلط كما كنشوفوا مع الحديث ديالهم كيحسوا بالغلط. نتمنوا تكون هذه اخر مره ويكونوا مجتمع صالح. فالحريه ما كاينش بحالها كما كنقولوا الحريه راه ما كاينش بحالها. حنا كنتاسفوا لهاد الوليدات بحال هكا ولكن الاعذار كثيره والاخطاء كثيره ولكن كنتمناو ان شاء الله هاد الاولاد ياخذوا الدرس وتكون هذه اخر مره ان شاء الله. اليوم تم انطلاق فعاليه القافله الوطنيه للصحراء المغربيه بالمؤسسه السجنيه بيت ملول جوج بعد مسارها من مجموعه من المؤسسات ابتداء من مدينه وجده مرور مجموعه المؤسسات الى وصولها الى هذه المؤسسه. وستعرف ان شاء الله فعاليه هذه القافله مجموعه من الانشطه الترفيهيه والابداعيه والرياضيه لفائده نزلاء المؤسسه السجنيه بيت ملول جوج من في اطار الاعتزاز والانتماء بالافتخار والاعتزاز بالقضيه الوطنيه والانتماء ديالنا لهذا البلد الحبيب وايضا الدفاع عن قضيته الاولى والمصيريه وهي قضيه الصحراء المغربيه التي عرفت مجموعه من التطورات الكبيره القانونيه والحقوقيه والتنمويه. وفي اطار ابراز ايضا ان نزلاء المؤسسات السجنيه مسلوبوا الحريه وليس الحقوق بالتالي فإن حقهم في التعبير عن افتخارهم واعتزازهم وانتمائهم لهذا البلد ودفاعهم عن القضية الوطنية غير يعني ممكنين منه وبالتالي من خلال ما سيقدمونه من برامج وأنشطة ريادية تحت القيادة الوطنية لجلالة الملك محمد السادس.